زي عادتنا في حياة كريمة كل سنة في ظل الحر الشديد ده بنتواجد في أماكن اللي فيها عمال عشان نهون عليهم الحر الشديد من خلال تقديمنا العصير ومية. زي حضرتك ما شايف النهارده احنا موجودين في العاصمة الإدارية في مقر عمل موقع من المواقع اللي موجود فيه العمال بنوزع عليهم المية والعصير. هنا في العاصمة الإدارية عشان نساعد العمال وبسبب حرارة الجو الشديدة طبعا الحر الشديد اللي احنا فيه اليومين دول بيخلي طبيعة العمل بتكون شاقة على اي حد، وعلشان كده احنا النهاردة في حياة كريمة موجودين في العاصمة الادارية كنوع من انواع الدعم. حبينا ان احنا نعمل اي لفتة بسيطة للعمال، ودي ابسط حاجة ممكن نقدمها للعمال في حياة كريمة تقديرا لمجهودهم. طبعا شغل العاصمة الادارية الجديدة شغل جميل وبيفتح فرص عمل للشباب وبالذات الأجيال اللي جاية في المستقبل إن شاء الله. متشكرين ليهم من وجودهم معنا في عز الحر.